قلنا أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، بينما أهل الكلام يعتقدون ثم يستدلون. هذه قضية مهمة جدا، هذه فيصل. كيف؟ هناك من يعظم الدليل وعقيدته مبنية على الدليل، يعني لا يعتقد شيئا، الدليل هو الذي يجعله يعتقد، والدليل الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة قائدان له. فإذا جاء الكتاب جاءت السنة، يعني جاء النص في الكتاب أو جاء النص في السنة اعتقد. فعقيدته إذن مبنية على دليل، فلا توجد عقيدة عند أهل السنة إلا ومبناها على الدليل، لأن الدليل هو الأصل والعقيدة تبع، العقيدة تبع للدليل. بينما أهل الكلام الأصل أن الاعتقاد مبني على العقل، ثم بعد ذلك ينظر إلى الأدلة. فالاعتقاد مقدم فيه العقل، ثم ينظر بعد ذلك في النصوص. ولذلك أهل السنة يعظمون النصوص فيقدمونها، يعظمون النصوص فيقدمونها، بينما أهل الكلام يعظمون العقل فيقدمونه، يعظمون العقل فيقدمونه. وذلك سيأتينا من كلام بعض أهل الكلام الذين تابوا منه، يعني وذلك يقال لهم أهل الكلام أصلا، يقال لهم إيش؟ أهل الكلام. وهذا مثال مختصر لما ذكرنا. هذا كتاب الاعتقاد المعتمد تقريبا عند الأشاعرة، وهو جوهرة التوحيد مع شرحها. هذا الكتاب يعني تقريبا من تقرأه من أوله إلى آخره لا تكاد تجد آية ولا حديث، كل استدلال عقلي، قالوا كذا وقلنا كذا، وإذا جاء بآية إنما يأتي بها ليؤولها عن ظاهرها، لكن كاستدلال نادر جدا يستدل بآية أو حديث، أما الحديث فلا شأن له بها. بينما لما ترجع لكتاب مثله ككتاب الواسطية كله آيات وأحاديث، نصوص، كله نصوص. وهذا هو الأصل كما قلنا عند أهل السنة، أنهم يعتقدون بناء على الأدلة، يعتقدون بناء على الأدلة، وذلك أنهم يعظمون الدليل. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد هذا الكلام قضية، يعني موقف أهل السنة وموقف المخالفين لهم من خبر الآحاد، من خبر الآحاد في الاعتقاد. على كل حال نقول هنا أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، فلا توجد عقيدة عند أهل السنة إلا ومبنية على دليل. وإذا رأيت أحدا من أهل السنة يستدل على أمر من عقله دون الرجوع إلى النص فلا تقبله. ولذا ما تسموا بأهل السنة لتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي أولئك بأهل الكلام لتعظيمهم للكلام.